ينضم إلينا الخبير العسكري عادل عبد الكافي. سيد عادل، مساء الخير. في الوقت الذي تنتشر فيه المواد المصورة لتجول المرتزقة في الجفرة والتحشيدات العسكرية، تتحدث البعثة عن اجتماعات للجنة العسكرية 5+5 لبحث تنفيذ بنود الاتفاق، كيف يستقيم ذلك؟ تحية طيبة لك أستاذي كريم وكذلك مشاهدين قناتكم. طبعا بالتأكيد نحن نتحدث عن أن هنالك اتفاقية تمت برعاية بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقعت بتاريخ 23 أكتوبر ومضى عليها ما يقارب عن 9 أيام إلى الآن، بخصوص نقول إعطاء ما يقارب عن 90 يوم لخروج المرتزقة الروس من الأراضي الليبية والمرتزقة الأفارقة التابعين لعصابات الكرام. ولكن حقيقة بعد مرور 9 أيام كما أكدنا سابقا لا يوجد آلية واضحة ولا يوجد حتى نقول التزام دولي بخصوص عقوبات رادعة لمن يقوم بخرق مثل هذه الاتفاقية أو نقول تسويف هذا الاتفاق. فلذلك من الناحية الميدانية عندما نتحدث عن أن هنالك رحلة عسكرية تابعة للمرتزقة الروس تحط في قاعدة الجفرة محملة بالأسلحة من نوع طائرات النيوشن، كذلك لا زالت تمركزات المرتزقة الروس في محيط هون أو تبعد عن منطقة هون ما يقارب عن 9 كيلومتر. فحقيقة هذه مؤشرات نهيك عن النقاط المراقبة التي تم زرعها من قبل المرتزقة الروس والأفارقة وكذلك الميليشيات التابعة لعملية الكرامة، لا تشير أن هنالك نوايا حقيقية أو نقول نوايا صادقة لإحداث استقرار أو تمكين نقول الروس من الخروج من الأراضي الليبية. على العكس، جميع المعطيات والمؤشرات العسكرية تقول إن هنالك إعداد لعملية عسكرية قادمة في حالة أن لم تأتي المسارات السياسية، وهذه نقول يعني نقول اللقاءات التي تدور الآن بأي نتائج تجعل من عجوز الرجمة موقع في المرحلة القادمة أو في المشهد العسكري. فلذلك نحن لا نثق كثيرا لا في بعثة الأمم المتحدة ولا في المجتمع الدولي، حتى مجلس الأمن الذي كانت تعول عليه لجنة 5+5، وتحدث هنا تحديدا عن طرف حكومة الوفاق عندما أشار رئيس اللجنة اللواء بوشحمة بخصوص أن يكون هنالك رعاية كاملة أو نقول قرار من مجلس الأمن، نجد أن مجلس الأمن يخرج بتوصيات فقط، يعني لم يخرج بقرار واضح بخصوص إلزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وبالهدنة وبانسحاب المرتزقة. لم يصدر أي قرار واضح بهذا الشأن حتى يتم من خلال هذا القرار معاقبة كل من يقوم بخرق هذه الاتفاقية. كذلك عملية المسارات السياسية، الكل يعلم أنها هي تقاسم مصالح، محاولة نقول استمرار وتعميق الأزمة الليبية، لا يوجد حلول فعلية على الأرض. ستيفاني التي ترعى رئيسة البعثة بعثة الأمم المتحدة وترعى هذه الحوارات العسكرية والسياسية تارة هنا وتارة هناك، إلى الآن لم تشير بمنتهى الوضوح إلى دور المرتزقة الروس وتسميهم وكذلك مرتزقة الأفارقة الذين هم يعني يشكلون عقبة حقيقية أمام الاستقرار. فلذلك نقول ما يدور الآن من خلال تحركات المرتزقة الروس والتحشيد وكذلك مرتزقة الأفارقة والذي يتم رصده على مدار اليوم والساعة من خلال الاستخبارات العسكرية وكذلك الأجهزة الأمنية، لا يبشر أن هنالك أي تقدم ملحوظ بتقليص دور المرتزقة الروس وخروجه من الأراضي الليبية. سيد عادل، بما أنه لا يوجد ثقة كما تقول في لا في البعثة الأممية ولا في المجتمع الدولي على تحقيق الحل في ليبيا، وفي الأساس لا يوجد ثقة أيضا في الطرف الآخر ميليشيات حفتر والمرتزقة، ما العمل إذن لإيجاد حل حقيقي في ليبيا؟
نعم، أريد أن أضيف نقطة هامة جدا بخصوص ستيفاني ودور البعثة. إلى الآن لم تشير حتى إلى المقابر الجماعية التي لا زالت تكتشف إلى يوم الأمس في ترهونة ومحيط العاصمة طرابلس عن ألغام أرضية. الروس لم يسلموا خرائط الألغام الأرضية في محيط مدينة طرابلس، كذلك لم يسلموا ولن يسلموا نقول الخرائط الخاصة بالألغام الأرضية في محيط مدينة سرت. فهذا من الناحية العسكرية أشرنا إليها سابقا، أن هذا يجعل سرت تحت سيطرة المرتزقة الروس والمرتزقة الأفارقة. عندما يتم تلغيم تلك الرقعة الجغرافية أو محيط مدينة سرت وتظل هذه الألغام موجودة ولا يتم تسليم خارطة زرع هذه الألغام، فهذا يشير من الناحية العسكرية، أنا أتحدث عسكرية، أن هي تعتبر تحت سيطرة وتحت تحكم المرتزقة الروس. فلذلك أنا أتحدث عن معطيات وأدلة واقعية. فرغم وجود نقول ممثل عسكري وأمني في بعثة الأمم المتحدة وبالطبيعي يعلم مثل هذه الخطوات، ومع ذلك لا نجد أي إشارات واضحة ولا أي بنود واضحة تشير إلى هذا الأمر. هنالك محاولة خلق لجان ورجال هذا التراث الليبي العريق الذي ورثناه من حقبة النظام القذافي، لجنة خلف لجنة خلف لجنة لتسويف الحلول الواقعية والعملية. هنالك ألف باء في بنود الاتفاق بخصوص آلية واضحة وعقوبات واضحة بخصوص وضع المرتزقة الروس الذين هم العقبة الحقيقية والمرتزقة الأفارقة، لأن بدونهم لا تمثل شيء ميليشيات الكرامة من الناحية العسكرية. كذلك خرائط الألغام، حتى لو افترضنا حسن النوايا وأن هنالك وعود دولية ومن مجلس الأمن بخصوص خروج المرتزقة الروسي خلال 90 يوم، أن تكون هنالك آلية واضحة، لا أتحدث عن لجان وهي التي ستشرف على خروج المرتزقة الروس، لن تخرج المرتزقة الروس لا باللجان 5+5 ولا حتى بأوامر حفتر، لأنهم هم من يسيطرون على حفتر ومن يسيطرون على القرار العسكري والسياسي في المنطقة الشرقية. كذلك يبدو أن تأثيرهم وصل إلى المنطقة الغربية. فلذلك الحلول الواقعية والعملية ألا تنسحب قوات الجيش الليبي والقوة المساندة من محيط مدينة سرت إلى أن يتم إيجاد عقوبات وآلية واضحة لخروج هذه المرتزقة. نحن لا نتحدث فقط عن تأمين الحقول النفطية وتقاسم تأمينها ما بين حرس منشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق وتابع لعصابات الكرامة، لأن جزء كبير من إشكالية الحقول النفطية والموانئ النفطية هي حرس منشآت النفطية أو عصابات حرس منشآت النفطية التابعة لميليشيات الكرامة، هؤلاء ساهموا في أزمة الليبيين وساهموا في نقول في إهدار ثروات الليبيين. كذلك سيد عادل، السؤال الأخير. نعم سؤالي الأخير، يعني إذا كان الروس أو المرتزقة الفاغنر لن يخرجوا بأوامر حفتر ولن يخرجوا بالاتفاقات، لن يخرجوا أيضا عن طريق مجلس الأمن، لأن روسيا كما تعلم هي عضو أساسي ومن تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، ألا يجب على ليبيا الآن أن تكسب أطراف دولية قوية تواجه الروس حتى يجبروهم على الخروج من الأرض الليبية؟ سؤال مهم جدا، وهذا حقيقة ما نادينا به منذ سنوات ومنذ أن قام خليفة حفتر بالهجوم على العاصمة طرابلس أكثر من عام وثلاث أشهر. تحدثنا بمنتهى الوضوح، قلنا على حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي والأجسام السياسية الموجودة في طرابلس أن تتحرك على المستوى الدولي وكسب مزيد من الحلفاء بعد أن تم نقول عقد اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا، هذه الدولة التي لها ثقل دولي وهي دولة عضو في حلف الناتو، ومن خلال هذه الاتفاقية استطاعت أن تدعم المجلس الرئاسي وقوات الجيش الليبي والقوة المساندة ضد المرتزقة الروس والأفارقة وضد ميليشيات الكرامة. كذلك خلقت توازن حقيقة في المشهد الليبي من خلال تكافؤ القوى العسكرية ما بين تركيا وما بين روسيا. لا أتحدث عن الدول التي تدعم عملية الكرامة وليس لديها ثقل يعني حقيقة في حجم روسيا ولا حجم تركيا، نتحدث عن دولة عضو في حلف الناتو فلديها ثقل عسكري كبير ومؤثر على المستوى الدولي والإقليمي. فلذلك وجود تركيا خلق توازن، فبالتأكيد كان يجب أن يترتب على هذا الاتفاق وهذا الحلف عقد مزيد من الاتفاقيات مع دول إقليمية ودول غربية
خاصة الدول التي تتطلع إلى نقول استقرار ليبيا لإحداث مصالح مشتركة وتنمية داخل ليبيا واستفادة ليبيا وهذه الدول، لأن نحن نقول دائما عندما تعقد اتفاقيات مثل التي عقدتها ليبيا مع تركيا بالتأكيد سيكون لها تداعيات حتى على المسارات السياسية بأن تدعمك في مساراتك السياسية وأن توجد لك ثقل، كذلك ستكتسب خبرة وتسخر خبراتك السياسية من خلال أداء خارجية هذه الدول. فلذلك نقول لا يوجد نوايا حقيقية، لا يوجد إرادة لدى عصابات الكرامة ولا داعميهم بخصوص إحداث استقرار في ليبيا. في المؤشرات واضحة، عدم تسليم الخرائط الألغام الموجودة في جنوب العاصمة طرابلس، كذلك عدم تسليم الخرائط الموجودة في محيط مدينة سرت، هذه بداية المؤشرات الواضحة، كذلك بعدم جدية أي اتفاقيات، كذلك الرحلات التي لازالت تستمر إلى يوم الأمس بخصوص هبوط طائرة محملة بالأسلحة تابعة لمرتزق الروس في قاعدة الجفرة وتحركاتهم وتمركزاتهم التي لم ينسحبوا منها، هذه من الناحية العسكرية تشير بمنتهى الوضوح عدم وجود جدية ولا قدرة لخليفة حفتر على إخراج المرتزق الروس. الروس لن يخرجوا إلا بعد أن تتحقق مصالحهم الاستراتيجية في على الأراضي الليبية، ولا أتصور أن روسيا ستتنازل على الموقع الاستراتيجي الهام في جنوب المتوسط وفي شمال أفريقيا في ظل الصراع الدولي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والهند والصين وحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية على الموارد الطبيعية وعلى المواقع الاستراتيجية في أفريقيا. الخبير العسكري عادل عبد الكافي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.